نسمع دايما عن مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة. طب ما تيجي من الأول كده نعرف الناس أصلا إيه هي الأكسدة؟ أكسدة الخلايا أو أكسدة الجسم عامة هي تفاعلات كيميائية بتحدث داخل الجسم، وبيحصل انطلاق الخلايا الجذور الحرة أو الخلايا الحرة. الخلايا الحرة بتخش تدمر لي الخلايا، بتلعب في الدي ان ايه بتاع الخلايا، فبتتلف الخلايا وبتعجزها وبتدمرها بدري بدري وبتموتها بدري بدري. أكسدة الخلايا دي حاجة خطر جدا جدا. وأصلا بتحصل نتيجة إيه؟ لا، عوامل كتيرة جدا، يعني كلنا أكيد بنخش في عامل من العوامل دي. لو مثلا هتكلم عوامل بيئية ملوثة مثلا، ده بيعمل أكسدة في الخلايا. لو اتعرضت لأشعة الشمس من غير ما أحط السان سكرين بتاعي هيأكسد الخلايا الوش، ولما الوش بيحصل له أكسدة بيعجز وظهور بقى البقع والتجاعيد بدري بدري. لو طريقة تحضير الأكل، لو أنا دي كارثه كبرى. الموضوع الزيت اللي بنكرر بيتقلي فيه اكتر من مره، بنكرر القلي فيه، دي كارثه. دي بتاكسد وبتخلي الخلايا الحره تنتشر في الجسم. ولازم نحد من الموضوع ده. يمكن السموكينج كمان، التدخين بيأكسد. عندك حاجات كتيره جدا بتأكسد. ده انت عندك شريحه أيوة. مش قليله من المواطنين. ونوع الاكل، لو انا باكل حاجات فيها مواد حافظه كتير برضو. لا، انا بكلمك على بالذات حته الزيت اللي بتقلي فيه اكتر من مره. الناس اللي هم رواد عربيات الكبده وما شابه، ده في عربيات ممكن تبقى يعني القدره اللي بيعملوا فيها او الحله اللي بيعملوا فيها الكبده او السجق ممكن يبقى لها مثلا 9 سنين شغاله نفس الحله بنفس الزيت. دي انا بقول ما تقليش مرتين تقولي 9 سنين، ده احنا رايحين نموت دلوقتي. دي مشكله كبيره فعلا. يعني الزيوت اللي تستخدم اكتر من مره لازم ينتج عنها اكسده. طبعا طبعا. فعشان كده بقول ناكل في البيت بقدر الامكان. كميه اللحوم الكتير المصنعه دي برضه لازم نقطع، هي اللانشون والروسبيف والبسترما والحاجات دي زيادتها عن اللزوم، والبرجرز بلاش زياده في اللحوم المصنعه بيأكسد. الدهون الضاره لو اكلناها كتير بتأكسد. زي ايه الدهون الضاره دي؟ زي اللي موجوده في ايه مثلا؟ الدهون الزيوت دي دهون ضاره مثلا. اوكي. الزيوت المهدرجه والحاجات دي. كل الحاجات دي بتأكسد. الدهون الصحيه حلوه قوي. انا مع الدهون الصحيه ناكلها على طول. اللي الأسماك هي برضو ناخدها من ايه؟ من الاسماك والسلمون. اوكي. دي مهمه جدا. دي دهون صحيه. دي دهون صحيه. اوكي. اللحمه ما نكترش، يعني بلاش اللحوم اللي هي برضو المصنعه والغير مصنعه الكتيره. الافراط مش حلو. مش فيه. بالظبط. أوكي. فكل الحاجات دي بتأكسد. طب مين فينا ما بيعملش ده؟ ولازم نشرب ميه كويس. فأي كده حد فينا ممكن يكون بياكل اكل مش صحي، السكريات الكتير بتعلي التهابات الجسم. أوكي. طيب نعمل ايه عشان نحد من ده؟ لازم ولابد ناخد انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسده. أوكي. من الفيتامينز مثلا، وكمان الشاي الاخضر طبعا. لو هيقولي ايه المشروب الحلو كمضاد اكسده، شاي اخضر رائع. أوكي. الاسماك مضاده للاكسده، فيها مواد ضد الاكسده. أوكي. فرائع الاسماك مع فيتامين سي وفيتامين اي، الاثنين دول من اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده في العالم. أوكي. فبرشح الب مالتي فيت. ليه الب مالتي فيت؟ لانه موجود فيه فيتامين سي تركيز عالي 500 ملي جرام، وفيتامين اي. فيتامين اي كمان اقوى كمضاد اكسده، اقوى حاجه. وبيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. الدهون الضاره لو اتاكسدت هتعمل لي كوليسترول، تترسب على الاوعيه، نخش في مشاكل صحيه. طيب الب مالتي فيت هل ينفع حتى مع مريض الكوليسترول؟ طبعا، لانه بيدعم جدا وبيقلل لي مع الادويه نسبه الكوليسترول في الدم. فالب مالتي فيت اولا مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ثانيا موجود في كل الصيدليات، سلسله الصيدليات معروفه احنا موجودين فيها. سلسلة الصيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر. كويس. بلس ان احنا موجودين عن طريق الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، بنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء. واكيد عندنا صفحة على الفيسبوك لو عايزين نسأل على اي سؤال يخص هذا المنتج، نقدر نسأل على صفحتنا اللي اعتقد موجودة على الشاشة. حلو.